السلام عليكم، هلا بكم. ضياء بن عارف يحييكم. المنتخب العراقي يخسر آخر محطاته الاستعدادية قبل خوض بطولة كأس آسيا، معترك كأس آسيا، في المباراة الودية التي جرت قبل قليل أمام المنتخب الكوري الجنوبي، التي حدثت مجرياتها على ملعب جامعة نيويورك المظلم في أبوظبي في الإمارات. ملعب مظلم، خسرنا هذه المباراة بهدف دون رد. للحديث عن هذه المباراة ومجرياتها إن شاء الله تعالى خليكم وياي، لكن شنو إعجابكم يا جماعة الخير، مشاركاتكم، تعليقاتكم. وأحب أذكركم أنه إحنا عندنا بث مهم على تيك توك راح نسويه، فاللي يريد يحضر للتيك توك بس يكتب ضياء بن عارف، أكون دائما موجود وأتشرف بوجودكم. اوكي، بث التيك توك على بث اليوتيوب، ان شاء الله الوضعيه تمام، نقول يا الله. حياكم. وش تبون، الاخبار الزينه ولا الاخبار الشينه؟ الاخبار الشينه على مود شنو، بعدين احليلكم ريجكم بالاخير على قولتنا. اي انطيكم اياها مره واحللكم اياها بالاخير. كان سيئا اداء المنتخب العراقي في الشوط الثاني، سيئا للغاية، ولكن جيدا أن المنتخب العراقي قدم شوط أول فيه أمل. كان سيئا انسجام الفريق مع بعضه، لكن كان جيدا وجود عناصر في الفريق تبشر بأمل. كان سيئا خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية قبل خوض كأس آسيا بهدف دون رد. كان جيدا أن هذه الخسارة تعد محفز سلبي مهم للمنتخب العراقي حتى ما يدخل راح الأعصاب مخدر بتصريحات الإعلام أو تصريحات المدرب أو تصريحات أي كان. كان سيئا أن المنتخب العراقي لم يصل أطلاقا للمنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الثاني. كان جيدا أن العراق انفرد مرتين أو ثلاثة في الشوط الأول. أتصور هذه أفضل وضعية ممكن يدخل فيها العراق إلى بطولة آسيا في المباراة الأولى اللي راح يخوضها أمام إندونيسيا. طبعا المباراة ما ارتقت للمستوى المطلوب، الفريقين يخافون على لاعبيهم، لعبوا بحذر، المباراة ليست شرسة، لكن احتاج المدربين، مدرب المنتخب الكوري الجنوبي الألماني كليزمان وكذلك مدرب العراقي كاساس، أنه يجرب عدد من اللاعبين، يعطيهم الفرصة نشوف شنو وضعية المنتخب. بصراحة كانت مهمة ومفيدة للمنتخب العراقي هذه المباراة اللي كشفت عورات العراق قبل كذلك عورات المنتخب الجنوبي أمام العراق. الفريقين استفادوا من هذه المباراة، وخسارة العراق صح محفزة، محفز سلبي مهم للمنتخب العراقي. يحتاج من عندكم شنو، اترخوا لي أعصابكم، تتركون القلق والتوتر وتركزون بالكلمتين اللي راح أقولها وتحملون شوية. القوة الهجومية للمنتخب الكوري لما تشوفها تشعر بغبطة بصراحة، يعني تقول احنا ليش مو هيك. تعرف ان المنتخب الكوري كم اسلوب هجومي عنده، تنوع الاساليب الهجومية تشعرك بالرعب احيانا. منتخب يجيد الضربات الحرة الثابتة بمختلف انواعها، الركنيات حدث ولا حرج، كل ركنية خطرة يا اخي، العرضيات عندهم مركزة هاي، بعد الاختراق من خط الوسط، الكرات اللي يلعبونها الطويلة المركزة اللي تجي خلف خط الظهر، الزيادة العددية اللي يسوونها والتقاطعات اللي يسوونها في منطقة جزائك تكون سريعة، هم الرشيقين وسريعين. شوف هذه الأساليب كلها هجومية يجيدها المنتخب الكوري الجنوبي، وعندهم التسديد من خارج منطقة الجزاء، هذا أهم واحد من الأساليب اللي يجيدها المنتخب الكوري الجنوبي. كل هذه الأساليب الهجومية اللي قلت لكم عليها اللي يجيدها المنتخب الكوري الجنوبي لم تنجح مع العراق، فقط التسديد من خارج منطقة الجزاء هذا ينطيك أمل. لكن تعال أقول لك، المنتخب الياباني ليس أقل من المنتخب الكوري ويجيد هذه الأساليب وأكثر. عطنا هذا على صفحة اللي قلت لك بيهن، تعال أسألك، ماذا يجيد العراق من هذه الأساليب؟ يجب على السيد كاساس أن يطور أساليب هجومية حتى يلعب يا أخي. أنت ما شفنا يا أخي لا اختراق من خط الوسط، لا عرضيات، لا ركنيات، لا الكرات الثابتة، لا الكرات الطويلة، لا التسديد من خارج منطقة الجزاء. كل هذه الأساليب اللي يمتلكها المنتخب الكوري والمنتخب الياباني وغيرهما من الفرق الكبيرة في آسيا لا يجيدها المنتخب العراقي للأسف، ما يجيدها، ما شفنا يطبقها.
اليوم والبارحة ما شفنا المنتخب العراقي يطبق هذه الأساليب أو أي أسلوب هجومي. هسه تسأل تقول لي يا بي العراق انطيني شنو أسلوب الهجومي، والله ما يقول لك غير كلمتين، يقول لك العراق يعتمد على الثابتات وضعيفات جدا ما يجيب من عندها شيء، ويعتمد على الكرات الطويلة الساقطة في منطقة الجزاء، هاي هي طاحة رايحة ساحة ناحية ايشي بالكترة ربك تجي الكرة الثانية اسلقها وعن باس بك تجي جول. هاي هذا اسلوب المعتمد للمنتخب العراقي كان ولا زال. القوة الجماعية اللي يتميز بها اليابان واللي تتميز بها كوريا، اللي هي من ضمن ثقافة الشعب الكوري، من ضمن ثقافة الشعب الياباني، مجتمع يعتمد على العمل الجماعي، ينجح بالعمل الجماعي. تشوف العمل الجماعي عندهم شائع في كل الميادين، في المدارس، في أماكن العمل، شركاتهم، سياراتهم، أجهزتهم، كل شيء عندهم يعني واضح اللمسة الجماعية اللي ينتهجوها في كل أعمالهم، وكذلك في منتخبهم. يعني أوكي عندهم سون عندهم غيره، لكن فريق جماعة يا أخي، يا أخي فريق يمارس كرة القدم بالسهل الممتنع البسيط اللي انت ما تقدر تشتغله، ما تقدر. الشخصية العراقية تعاني من الضعف الفردي، يعني قوة هجومية آسيوية مقابل اللي تتميز بها الشخصية الآسيوية مقابل الضعف الفردي أو ضعف الشخصية الفردية للمنتخب العراقي أو الأداء الفردي للمنتخب العراقي، الفردية الطاغية. هسيارتنا يا ريت لاعبنا مثلا ميسي، يا ريت لاعبنا يجي عنده مهارات مثلا وتقول لها يا اخي ما اعرف، يعني هو لو يحط الطاوله برجله مين ينطيها، لو يغمض عينه ويديها، ما يصير يا اخوان، والله ملل، والله لعبان نفس يا اخي، بطلوا هذا الاسلوب بطلوا. يعني انت احمد يحيى دخلت يا اخي دانيلو تشوفته باللعبه، انتبه هذاك لاعب هيك لابس ابيض يلعب علي، اخاف عبالك هذا من كادر الطبي، اخ هذا ترى لاعب وياك ابغى اروح لك. اكو سياره تشتغل بدون محرك؟ مستحيل، ماكو. المنتخب العراقي بدي من دون محرك، عندنا زيدان اقبال، عندنا اسامه رشيد، عندنا العماري، عندنا احمد علي، عندنا بشار رسن، عندنا بايش، منو بعد؟ كلهم هذول نقدر نوظفهم خط الوسط. لكن اسالكم بالله بينك وبين ربك، شفت عد العراق منتخب وسط؟ ماكو. الخلل بيمن؟ شوفوا ضعف انسجام امنا بالله، ما متجمعين مع بعض امنا بالله، لكن على السيد كأساس أن يطور أساليب لعب للخروج بالكرة من منطقة لعبك لمنطقة لعب الخصم، من دفاعك لهجومك، خط الوسط وينه يا أخي؟ علي عدنان يستلم الكرة يصفين تحسه قاعد ببادية، تريد لك واحد يجي يقول لك هات، ماكو. اللاعب شوف كوريا سوى بالشوط الثاني، كل اللي سوى ضغطوا على الخطوط الخلفية للمنتخب العراقي، العراق ضيع مش رادة منين. هاي وش قلنا بالفيديو الماضي؟ قلنا نقطة ضعف المنتخب الكوري هي الخط الخلفي، يرتكبون أخطاء. صح عندهم لاعبين كبار، لاعبين مميزين جدا، لا عالميين، لكن عندهم أخطاء دفاعية يرتكبوها لما تضغط على الخط الخلفي لهم، لما تلعب فرد لفرد فرد لفرد خاصة بالخط الخلفي يرتكبون خطأ، وهذا اللي شفناه. انفرادتين يمكن ثلاثة للمنتخب العراقي في الشوط الأول، أهداف محققة راحت. عند حيازة العراق للكرة كم لاعب كوري يضغط على اللاعب العراقي؟ هواية، أحيانا اثنين ثلاث لاعبين، وبسرعة ينقضون على العراقي لما يستلم الكرة. شوف شلون الضغط العالي اللي عندهم على 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 اللي يستحوذ على الكرة، هواية عندهم حالات ضغط لما يستلم العراقي الكرة. طبعا روح انت وياي وين اليابان، حالات الضغط عندهم كلش عالية. مقابل كم حالة ضغط يمارسها اللاعب العراقي على اللاعب الكوري في المباراة؟ ماكو.
يعني شبه معدومة، اللاعب الكوري يوصل إلى منطقة ما قبل قوس الجزاء بشوية، يلا يبدأ العراق يضغط هنا ويضغط فرادا هنا وهناك، وهذا طبعا نقطة ضعف سلبية جدا على المنتخب العراقي. الضغط على حامل الكرة واحد من أهم الأساليب اللي يتميز بها كوريا أو اليابان. بايش ما شفته، علي جاسم ما شفته، ميمي ما شفته، أيمن حسين دخل وتبخر، دانيلو ما استلم كرة، منتظر الماجد حاول ينسجم، قدر ما قدر ما أدري أنتم تحكمون، أمير العماري شفته ضربتين حرتين مباشرتين غيرها بعد ما شفته، زيدان قبال خايف على نفسه، حسين علي بالجهة اليمنى بعد ضائع، شوفه بعد ضائع وما سجل بعدها مع الفريق، ميرخاس دوسكي هو ميرخاس ماكو بديل بعد. الفريق العراقي هذا لازم كاساس يجلس معاه جلسة مطولة ويحكي وياهم، ينسجمون مع بعض أكثر أكثر أكثر، يقتربون من بعض، يفهمون بعض، يسوون فريق جماعي. إذا ما عندك فريق يلعب بشكل جماعي مستحيل تفوز، مستحيل تسوي شيء لا في آسيا ولا في غيرها، وأضعف الفرق ممكن تفوز عليك إذا بقيت تنتهج العمل الفردي، العمل الجماعي ثم العمل الجماعي ثم العمل الجماعي في أرضية الميدان. أنتوا ليش تشوفونه ضايج؟ أنا مو ضايج، أنا بداخلي خايف، خايف على المنتخب العراقي، أريده يقدم زين بطولة آسيا، خايف لما أشوف الفريق ما منسجم، لأن ما عندك وقت بعد، ما عندك وقت. أتمنى ينطينا كسيد كاساس فريق مغاير عن هذا اللي شفناه إن شاء الله. شباب ضعوا لايك لهذا الفيديو، شوف تعليقاتكم الحلوة، وإن شاء الله إن شاء الله مستمرين أذكركم بالبثوث اليومية ليالي آسيا على التيك توك، على الإنستغرام، على اليوتيوب، في كل منصة تدخل تكتب ضياء عارف أكون أمامك. تحياتي لكم، في أمان الله.